السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا في احسن حال والصحيح الجيده ان شاء الله. معكم وصفات ام امنه جيحه، نهار جديد ووصفه جديده ان شاء الله بحول الله وقوته. ان شاء الله غادي نحضر معكم معلكه من داك الشيء الرفيع واعره بزاف، غير بنص كيلو. كان عندك نص كيلو ديال الكاوكاو ولا نص كيلو ديال اللوز قادر الغرض. هانتي كتشوفي الكميه اللي هي كثيره وحليوه اللي كتحمر الوجه. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. كيف ما قلت لكم، جوج مكونات اختاروا فيهم اللي بغيتوا، يا لوز يا كاوكاو. انا خديت هنا نص كيلو ديال اللوز. كان اللوز غادي تاخذوا نص كيلو، كان كاوكاو غادي تاخذوا نص كيلو. بالقشره ديالو ما حمرتو ما والو، مباشره يعني هو خضر. ضفت ليه 200 غرام ديال السكر سنيده اللي هو قياس كاس العنبه، 500 غرام مع 200 غرام مع كاس العنبه ديال السكر. بغيتو تنقصوا شويه تنقصوا، حيت كنديروا فيه سكر كلاصي. بغيتو تزيدوا راك تزيدوا، انا هذا القياس راه مزيان، ملي كنديروها في سكر كلاصي راه مزيان. بالنسبه للتنسيم، انا نسمت بجوج ديال الساشيات ديال الفاني، ونسمت بالنكهه ديال البرتقال. وعندكم هذيك الساشيه ديال زهره البرتقال نسمو بها، انا عندي غير هذا السائل. المهم الطريقه، وشويه ديال الملح لتحسين الذوق، وكاس ديال العنبه ديال الفورس، كاس ديال العنبه ديال الفورس. المهم العبارات راه عطيتهم لكم مضبوطين، ما غادي يطلع لكم العجينه هي هذيك، ما تزيدوا فيها حتى شي حاجه. الا عبرتوا غادي يجيكم العبار هو هذاك. المهم كنطحنوهم، كنطحنو ديك اللوز وديك السكر مع بعضياتهم. القوام كيف ما كتشوفوها هكا، راها ما كتكونش مفرفشه وما كتكونش مطحونه بزاف. المهم انا وريتكم القوام كيفاش خصكم تحصلوا عليه. زدت ليهم باش يجينا هاد هاد الحليوه ديالنا معلكه، زدت ليهم جوج ديال المعالق ديال المربى ديال المشمش، الكونفيتور ديال المشمش ولا الكونفيتور ديال البرتقال، تقدروا تزيدوه اللي بغيتو. انا كان عندي ديال المشمش زدتو، وجوج بيضات. هادو هما المكونات، يعني هاد جوج بيضات كافيين باش كيجمعوا لينا هاد يعني هاد الكميه ديال اللوز والطحين والدقيق. ما زدت عليهم حتى شي حاجه. ها نتوما كتشوفوا القوام ديال العجينه، صافي كنجمعها عادي، ما كنعلكوها ما والو. ها نتوما كتشوفوا معايا بان كتلصق في يدي، كنحاول نبين لكم التفاصيل. هي كتلصق في اليدي ولكن راها مزيانه، يعني هذاك هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. ها نتوما صافي. من بعد انا غير غسلت يدي وبديت كنحرك فيها، هذا هو القوام. هي هي كتلصقهم يعني رطبه، ولكن كتلصق في اليدين وكرطبه زوينه. هذا هو اللي خصكم تحافظوا عليه باش كتجيكم ديك المعلكه معلكه نيت. المهم كنبقى نشرح بزاف، الفيديو راه معبر على راسو، غير باش تنجح معكم الوصفه باش يجيكم داك الشيء هو هذاك. ما تقولوا غير الله يرحم الوالدين، ما تقولوش شي حاجه اخرى. تجربوا تقولوا الله يرحم الوالدين، صافي راه صدقات معايا. هادشي اللي كنتمنى حتى انا من الوصفات ديالي، غير ديك التعليق اللي كيجيني الله يرحم الوالدين قدني يوم فيها. والله راني درت الحاجه الفلانيه وصدقات ليا، راه جربت هذه وجاتني مزيانه. عرفتي راه هذاك الشيء راه قدني يوم فيها. هذيك رحمه الوالدين كتبقى مع الاستمراريه، وكل واحد دايز وكيقول لك الله يرحم الوالدين، هذيك شي حاجه اللي زوينه بزاف. المهم ها نتوما كتشوفوا غادي نرمدوها في السكر الثقيل، والاحسن الا ما كانش عندكم السكر اللي زوين، هاد السكر كلاصي زوين، زيدوا فيه واحد، زيدوا فيه النشا. النشا كي يعني كيخلي النوعيه ديالو كتزيان. الا شفتوا داك السكر ما عندكمش زوين ولا حاسين به ماشي هو هذاك، حيت السكر اللي ما كانش زوين كيخسر الحلوه صراحه، ولكن الا كان زوين كيعطي الحلوه، وكتبقى ديك السكر كيبقى لاصق على ديك الحلوه شحال ما بقات كيبقى لاصق فيها. الا كان السكر عيان كيسيح وكيهبط، فهمت؟ الا حسيتوا بالسكر ما عجبكمش زيدوا ليه النشا، زيدوا له واحد الكميه من النشا وخلطوا ومرمدوا. المهم كندير كويرات يعني بالقدر اللي بغيتو، الكويرات صغيورين ولا متوسطين ولا اللي بغيتو. انا هما هادو ما كنعبرهمش الصراحه، راه كنعبرهم غير
ديك المقولة ديال عيني ميزاني كان نشوفه معك، بانت لي كبيرة كنقص، بانت لي صغيرة كنزيد. المهم ولكن الحمد لله في الاخر ما كنتحشمش، كنجيبهم قاد قاد كنجيبهم مع هذوك. صافيت هنا صراحة عطاتني كمية مزيانة، نص كيلو، ولكن عطاتني جوج لاطات عامرين، وكيف ما شفتوا جور طبيصلات تبارك الله. المهم حمروا لكم الوجه. صافي من بعد ما مرمتهم كيف ما شفتوا كلهم، كندير واحد الحفيرة هكا بيدي بصبعي، ولا ديروها باش ما بغيتو، غير باش نعمرها هنايا. بغيتو ما تعمروهاش راه غير تبزطو هكا وما تعمروهاش، بغيتو تعمروها بحالي عمروها. انا هنايا اختاريت نعمرها غير بالمربى ديال المشمش، هذاك نيت اللي ضفت، ولكن هنا انا كيبقى غير التزيين اللي بغيتو ديرو. استغفر الله، عفوا، بغيتو ديروا اللوزه، بغيتو ديروا بحال مثلا بغيتو ديري الكاوكاو لوزه، ديروا بحال هكا المربى ديال المشمش، المهم اللي بغيتو انتوما احرار. بالنسبه للطياب حتى هي واحد القضيه اللي خصكم يعني تعرفوها. الطياب حتى هو الا تعطلتوا على هذا الحلوى في الفران راه كتيبس، يعني خليتو واحد المده اللي كتار من القياس ديالها راه غادي تجيكم يابسه، ما غاديش تجيكم هكا فتيه ومعلكه. خصكم حتى الفران تردوا ليه البال مزيان، غادي تشعلوا الفران. انا بالنسبه للفران ديالي كيشعل تحت والفوق، كنشعلو تحت والفوق، ما عنديش انا داك لوبسيون ديال غير لتحت، نتوما عندكم لوبسيون ديال لتحت، غادي تشعلوه غير من لتحت، شعلوه من لتحت، خليوها كطيب على خطره. من الاحسن ما تجهدوش الفران 180 وقل كاع مزيان، وخليوها هكا كتشوفوها كتبدا كطيب من لتحت، كتشعلو عليها من الفوق. بغيتو تشعلو من الفوق ومن التحت، لان هذه ما عندناش غرض بها تشقق بحال هذيك الغريبه المشققه، هذه نورمال، عفوا، هي نورمال كتكون، ما كتكون لا مشققه ولا حتى شي حاجه، هي اصلا القوام ديالها كيجي بوحديتو. ها نتوما كتشوفوه معلك، المهم لعلك ترضى، داكشي من صنع يديكم. هذه هي الحليوه ديالي، كيف ما عطيتكم النصيحه في الفران الماسيموم هكا، غادي تشوفوا على حساب كل واحده والفران ديالها، ولكن الماسيموم ما كتفوتش واحد 20 دقيقه في الطياب ديالها الماسيموم، ولكن كل واحد والفران يعني اللي على حسب الفران. حاولوا تردوا البال ليها، ما تخليوهاش تتحمر بزاف، لان ما كتحمرش بزاف باش ما تقصحش ليكم. ومن بعد تحاولوا ديروها في شي بواطه كتبقى في القوام اللي حطيتوها، كتبقى في ديك التعليكه ديالها، ديروها في شي بواطه هكا وسدوا عليها وخليوها، راه كتبقى مده وكتبقى زوينه. المهم الفيديو ديالي تسالى هنا، نتمنى انكم نكون وفيت لكم الشرح باش تنجح لكم الحلوه ان شاء الله. وتخليوا لي في التعاليق، وتخليوا لي لايك، وتخليوا لي تعاليق زوينه، وشكرا لكم، الى فرصه قادمه ان شاء الله. مبروك عواشركم ومبروك عيدكم، الله يعاونكم.